قواعد الاستمرار في الحياة: لا تسمح لأحد أن يحبطك، لا تقرأ محادثات قديمة، لا تعش على الوهم والتخيلات، لا تجعل الكره يستولي على حياتك، لا ترجع لعلاقة خرجت منها بكل إرادتك، لا تضع كل آمالك في شخص وبعدها يرحل هذا الشخص وتشعر فارغا. هاي كانت حكمتنا لليوم. بعرفش إيش أنتوا هيك حبيتوا فيها شو ما حبيتوا، بس طبعا أنا معاي اليوم طالبين اللي هن استخرجوا من سعيد أكاديمي. طبعا سعيد أكاديمي هي كلية بتعطي دورات لكل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. اليوم بستقبل معي بالاستوديوهات يزن خليل اللي هو طالب لدى سعيد أكاديمي وصاحب متجر إلكتروني، وأيضا بستقبل معي سراج حسان أيضا طالب لدى سعيد أكاديمي وصاحب متجر إلكتروني. نورتونا، صباحكم خيرات. بدأ نبدأ معك يزن. يزن، يعني أنت اليوم دخلت في دورات عن سعيد أكاديمي، واللي هاي الدورات معروفة إنها لمتاجر إلكترونية. أنا بحب أعرف إذا في قصة شخصية من وراء دخولك لتعلم هيك دورات، إذا فيك تحدثنا. يعني هو بشكل عام الإشي بلش من إرادة شخصية بالتحرر المالي. يعني أنت ما تكونش مربوط في وظيفة معينة أو في شخص معين ليملي عليك إيش تساوي أنت في حياتك. فمن هون الموضوع بلش في البحث عن مشاريع اللي توصلك لهي المرحلة. فمع البحث والتدقيق لقيت قضية التجارة الإلكترونية. من هون توجهت أنا لسعيد أكاديمي. طبعا في البدايات ما كانش التوجه لسعيد بشكل عام، إنما كان بحث بشكل عام على المشاريع، على المواضيع، إيش المتاجر اللي أنا بقدر أكون فيها، إيش الكورسات اللي بقدر أخذها. في البداية كانت في عدة كورسات غير سعيد أكاديمي، لحديت ما استهديت على سعيد أكاديمي نفسه، ومن هون فت معه في جميع المشاريع، في جميع الكورسات اللي هو بيعلمها يعني بشكل عام. شكرا. بحب كمان أسأل السؤال ذاته لسراج. لا، بالنسبة ما كانش في قصة شخصية مورا الإشي، بس أنا حسب رأيي يعني كان العالم ماشي بتطور، كله زمان إنترنت وهيك، فكنت حاب أبني مشروع على الإنترنت، اللي هو كل احترام للي بيشتغلوا وكذا وهيك، بس مش هيك الإشي المستقبل. المستقبل أكتر إنترنت، أكتر انفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي. فكنت حاب أبني متجر إلي، إشي إلي، ما فيش حدا فوق راسي، إشي إلي حر، متجر الحر. فزي ما قال، دورت أنا برضو، وقعت بكتير كورسات لإني قبل سعيد، لحديت ما وصلت لعند سعيد نفسه، ومن هون تغيرت حياتي يعني الصراحة. شو اللي بميز كورسات سعيد يا سراج؟ شو اللي بميز كورسات سعيد؟ كورسات سعيد بسيطة ومفهومة وبتوصلك للهدف بسرعة. يعني باقي الكورسات أكتر بعبوا فيديوهات، بعبوا معقدة، مش معقدة يعني، وخد لك كتير وقت لحتى أنت تقدر تفتح متجر من هون لتخلص هذا الكورس. أنت تكون زهقت فأنت بتلغي الفكرة. بس سعيد الإشي أهون شوي. شو الكورسات اللي أخذتها عن سعيد؟ كورس إي بي وكورس إي تي، وإسا كورس المتجر البيع بالوكالة يعني إن شاء الله. لأنه يعني طبعا كل ما أنت بتعمل أرباح بتعمل كذا، فبتنتقل للكورس اللي بعده. رح نحكي على الأرباح لاحقا. برجع ليزن. يزن، شو الدورات اللي أخذتها عند سعيد، وشو الميزة اللي بتميز سعيد عن غيره من المدربين اليوم؟ الدورات اللي أخذتها عند سعيد هي في بداية كان كورس الإي باي، بعدين كورس الإيتسي، بعدين الكورس الجديد اللي هو البيع في الوكالي. أما اللي بيميز سعيد بشكل عام هو قضية الاختلاف والتميز. الكورسات الثانية عند الناس الثانية كانت تكون تتمحور حول موضوع واحد اللي هو دروب شيبينج. أنا في البداية بلشت أتعلم الدروب شيبينج، بعدين تبين لي حكم الأمر في أنه محرم شرعا تتعامل في الدروب شيبينج، لأنك أنت تبيع ما لا تملك عمليا. فدورت بين اللي بيعلموا الكورسات عن مشروع آخر، إشي تاني، ما لقيتش التميز غير عند سعيد نفسه، اللي هو بيعلمك طريقة خارج نطاق الدروب شيبينج وبرضه فيها أرباح أعلى من قضية الدروب شيبينج. وحلال. فبالتالي نعم، وحلال أهم إشي طبعا، عشان هيك أنا دورت على القضية نفسها تكون أول إشي حلال شرعا باختلاف وبخلاف قضية دروب شيبينج. فلقيت ليش عند سعيد الحمد لله رب العالمين، والشخص يعني كان مميز جدا في عطائه، لدرجة انه اخذنا الكورس الاول، كل ما صار ننزل كورس جديد صرنا نكمل معه الكورس الثاني. سعيد وانت عندك كمان كورس على الثالث. عمليا وهكذا. انا بفهم منك يزن انك انت بعد الدورة الاولى انت حالا فتحت لك متجر. بل في خلال الدورة الأولى، في خلال الدورة، تعلمك للإي بي الدورة الأولى، أنت فتحت متجر لإلك. نعم صحيح، فتحت المتجر. قديش أخذ معك وقت لحتى هذا المتجر بلش يبيع وبلشت تدر عليك الأرباح؟ أول ما بيع بعد ما فتحت المتجر كانت بعد 3 أيام بالضبط. 3 أيام بالضبط كانت أول ما بيعها، ومن وقت هالمتجر الحمد لله رب العالمين
يعني باشرت أنا في وضع المنتجات وإلى آخره، والربح كان في خلينا نقول شكل شبه يومي الحمد لله. اليوم يزن كم متجر بملك؟ ثلاثة اللي هن بي أي مواقع؟ عندي بالإي باي، عندي بالإيتسي، وعندي في الأمازون، وهذا أمر قديم قبل سعيد أكاديمي، مش في قضية سعيد. وسراج كم متجر اليوم بملك؟ ثلاثة، عندي اللي هو بالإي باي وبالإيتسي وبالبيع بالوكالة، يعني اللي لسه عم بفتتحه. بالكورس. والأرباح أنت حاسسها أنها يعني أرباح جيدة ولا ممتازة؟ كيف فيك تقيمها اليوم؟ لا صراحة أرباح ممتازة طبعا. بالبداية فيش أرباح ممتازة، بالبداية بدك عما تشتغل حالك تعرف تفهم المجال أكتر تغوص فيه، بيكون أرباحك خفيفة، مع الوقت شوي شوي مع الممارسة بتصير في أرباح، والحمد لله اليوم أنا تقريبا شبه عايش يعني من وراء الإنترنت، من وراء التجارة الإلكترونية. شوي أنت قلت شبه عايش، يعني أنت إسه عم بتقول لي أنك أنت يا سراج غير، يعني ما عندك شغل غير المتاجر، يعني انت شخص اليوم بس فقط بيشتغل بالمتاجر، ما عندك شغل تاني؟ لا بشتغل شغل تاني بس بالمقابل كمان عندي متاجر اللي هو عشان احسن دخل المعيشي، بس مع الوقت هو هذا الشغل راح يخليك تستغني عن الشغل. استغني عن الشغل اللي انا فيه اكيد. يسن انت برضو عندك شغل تاني اللي بتمارسه اليوم؟ انا الشغل الثاني اللي بمارسه اليوم هو مع سعيد نفسه. مع سعيد، يعني بالاضافه الى المتاجر انا خدمه العملاء تاعت الاكاديميه عند سعيد. طبعا في البدايه انا كنت كطالب، بعدين ايش تقدمت صرت خدمه عملاء بالاضافه لاني كوني طالب. ايش الخدمه اللي بتقدمها؟ خدمه بالزبط. عملاء طبعا يعني الان في شخص دخل اخذ الكورس بده متابعه، ما في اي واحد بفوت على كورس من اول بيكون فاهم كل الامور اللي عليه يستوعبها في المتجر، فبحاجه لمساعده، فانا بكون المساعد تبعه عن طريق خبرتي اللي مريتها مع سعيد في قضيه المتاجر وبنائها والى اخره، بساعد هذا الشخص في كيفيه يوصل لانه يكون بائع احترافي محترف. بدي أسأل كمان شغلة اليوم، يعني أنتو من الأشخاص اللي قدوة بالمجتمع لكل شخص اللي هو فتح متجر، يعني أنتو خلينا نقول من السباقين. كيف أنت بتقدر تقنع شخص اليوم أنه يفتح متجر؟ عن طريق النتائج. عن طريق النتائج، لما يشوف الشخص أنه المتجر هذا هو في النهاية القضية من ناحية بشكل عام، قضية أنك تبيع عن طريق الإنترنت ما فيش حدا ما بدوش هاي القضية، ولكن الناس مترددة على قضية هل في نتائج، هل فعلا الإشي مجدي، هل عن جد أنا بستحق أن أنا أحط تعبي في هذا المشروع. فلما أنت تيجي تواجه الإنسان اللي قبالك النتائج أنه فعلا لا فيك ممكن بتوصل تعمل أرباح كذا وكذا وكذا وإلى آخره، فالإنسان بتشجع من داخله، ما أظن أنه في إنسان ما بده يوصل لهيك مرحلة، بتشجع من داخله أنه يأخذ الكورس والتعليم ويوصل لمرحلة اللي هو يكون فيه مستقل ذاتيا وعنده يعني راحة مالية. خلينا نحكي سراج أيضا على التعب، يعني التفكير، يعني تعب الفكر أكثر، لأنه أنت هنا أكثر إشي بتشتغل مع جهاز الكمبيوتر اللي هو جهاز أصم، شو أنت بتعطيه أوامر هو برد عليك، وأنت كل الوقت يعني ملقى عليك مسؤولية أنك أنت تتعاون تتجاوب تتفاعل. فاحكي لي عن متاعب المتجر الالكتروني. ما هو هون الشيء الحلو انه بالتجاره الالكترونيه فيش متاعب. الشغل حلو، بتحب الشغل عليه انت بتعدي وبتشتغليه وانت مبسوطه، فيش فيه تعب، فيش فيه المشاكل اللي تصير فيه مقارنه لمشاكل اللي برا باي اشغال تاني كتير بسيطه، يعني بتنحل بثواني. فالشغل حلو، فيش فيه متاعب، فيه بالعكس انت بتبقى مبسوطه فيه، بتبقى مع كل بيعه بيزداد انه انت شغفك بدك كمان بدك اكثر. فانا بشوفش فيه متاعب من حسب رايي. قديش بتستغرق يعني من وقتك كل يوم انك تقعد على قبال المتجر؟ شوف بشكل عام يعني هو الواحد بينفع من ساعتين لثلاثه باليوم، بس انا كبني ادم بحب الشغله هاي، بحب التجاره الالكترونيه، انا ممكن اقعد عليها 10 ساعات بالنهار ما عنديش مشكله لاني انا بحب الاشي. يزن كل وقتك يمكن على يعني على متجر الخاص، انا بشكل عام ما بتتعدى ساعه ساعه ونص الشغل نفسه، ممكن انك تبحث على المنتج ياخذ وقت قبل ما تلاقي المنتج المناسب اللي هو فيه عليه طلب في السوق، ولكن الشغل على الكمبيوتر نفسه ما بياخذش اكثر من ساعه ساعه ونص بشكل عام. اما انا شغلي على الكمبيوتر بشكل عام عشان الاكاديميه وانا خدمه العملاء، فهذا هو شغلي الاساسي على الكمبيوتر. ولا مره حصل انه كان في حدا بده منك خدمه وما قدمت له اياها، او الا مثلا حسيت حالك مش قادر تلبي له طلبه؟ حتى وان كان في هناك خدمه اللي هي صعب علي انا اعطي الجواب عليها، بتوجه لسعيد اللي هو اكثر خبره في المجال، بطلب منه مساعده في الامر، وانا ساعتها بتوجه للطالب اللي سال السؤال او طلب اللي انا ما قدرت البي له اياه،
بعطيه الجواب بناء على ذلك، انه في صاحب خبره اللي انا بقدر اتوجه له واعطي في التالي الجواب للطالب نفسه. سعيد، وقت التعليم كيف تكون شخصيته؟ يعني هو بشكل عام اللي بيميزه اللي انا حبيته فيه انه هو شخص فكاهي، شخص بحب المزاح، بحب يضل يضحك، وهذا الشيء بيعمل كمان جو مع الطالب نفسه، انه اللي قبالي شخص بياخذ وبيعطي، ما بكونش مكشر واقف على مثلا على المخاشيف قبالك على القمرة وبعطيك بس بكرج قبالك، لا، انما بيورجيك انك انت من ضمن هاي المحادثه، مثلا من ضمن الكورس نفسه، من ضمن الاطار اللي انت قاعد فيه، فبتشعر معاه انك انت منسجم، فبالتالي كمان بيشجعك انك تكمل مع الانسان، لانه شخصيه البني ادم كثير بتاثر كمان على المجال اللي انت فيه. من ناحيه خبره سراج، كيف شايف التعامل مع سعيد يعني كانسان خبير؟ اليوم هو رقم واحد في الدوله عندنا هون في الداخل الفلسطيني بتمرير دورات اللي هي تجاره الكترونيه او للبيع بالوكاله. سعيد استاذ بالمجال تبعه نمره واحد، ما شفتش بعدني زيه، يعني انا قلت لك شفت كثير ناس اللي بتعلم الدوره بس زي سعيد بعدني مش شايف، متحدث، بني ادم فاهم شو عم بيقول، بوصلك للي بدك اياه يعني بطريقه شو سهله وسلسه وانه سريع سريع بالشيء. فانا مش شايف صراحه انه في حدا احسن من سعيد اليوم اللي بقدر يعلمك هاي الدورات. ففي شيء يعني احنا كل التحيه فعلا لسعيد، يعني احنا سمعنا منكم عن جد اخبار كتير حلوه، بالذات انه بنحكي عن موضوع اللي هو جديد نسبيا يعني بالسوق، ما في هالقد مدربين هون بالدوله اللي هن بيدربوا للبيع بالوكاله والبيع عن طريق الحوسبه والمواقع الالكترونيه. فهيك كلمه اخيره بس نوجهها، يعني اول شيء نبدا بيزن بعدين ننتقل لسراج، هيك كلمه اخيره للمتابع انه نشجعه انه فعلا يشترك بالدورات، وكلمه هيك اخيره اذا بتحبوا كمان لسعيد. بدايه من ناحيه البيع في الوكاله، سعيد اليوم هو الوحيد، مش قل لي انما هو الوحيد، هو الوحيد اللي بلش في هذا المشروع. اما بالنسبه للطالب المتردد في انه شاف كورسات كثير ما عجبتوش او عنده تجارب سابقه، بنصح انه لا ما يستسلمش، وانه المجال إذا بدك تفوت فيه إنك تفوت فيه من أوسع أبوابه فقط سعيد أكاديمي، لأنه رجل بيعلمك بالتفصيل من الألف حتى الياء، وبدك تكون عارف إنك أنت توجهت لسعيد أكاديمي، في معك شخص على طول الدرب حتى توصل إن شاء الله رب العالمين. صار إنه حدا استرد أمواله لأنه ما حب الكورس؟ إنه يسترد الأموال لأنه ما حب الكورس، هاي بتصير في كل مكان طبعا، ليست فقط في سعيد أكاديمي. نعم ممكن يكون في طالب اللي مش شرط مثلا محب الكورس، او انه شاف الاشي مثلا مش مناسب، فكر انه الاشي ممكن يكون عليه سلسة هواية، فات شاف قال لا صعب علي مثلا كل انسان كذا قدراته فعلا ظروفه. فنعم ممكن يتم، ولكن طبعا وبلا ادنى شك القضية مش راح تكون بانه قلة احترافية في الكورس، انما ممكن يكون الشخص ما شافش الاشي مجال مناسب له، فطلب استرداد بتصير في كل محل. سراج، شو رايك هيك لكل احد اليوم عم بشوفنا، شو بتحكي له؟ انه بيخسرش شيء، يعني فيش شيء يخسره، ما فيش انت مبلغ مالي او راس مال تحطه اللي تخايف عليه تخسره، بالعكس انت هون انت الراس مال اللي بنهكش فيه خفيف كتير، فانت فيش ايش تخسر، ومنه ممكن جرب. تجني الملايين لقدام، ممكن تجني كتير الاف بالشهر واكثر حتى، وفيش ايش تخسر، فبتقدر انت كمان تشوف نتائج وارباح، واذا بتقدر تتصل بسعيد، سعيد شاب كتير دروشي، يعني تتصل له بتقدر تيجي تقعد معاه يفرجيك بعينك ارباح، يفرجيك بعينك كل شيء، فجرب، انت مش خسران. سراج، انت شخصيا عندك اكتفاء مادي من الموضوع؟ بنقدر نقول بنسبة 70% عندي اكتفاء مادي، وانا بعدني يعني بقدر اقول لك بالبدايات حتى مش بعدني مش سنين وايام. يزن قبل سراج صح من ناحية يعني ما كانش في فرق كتير بيناتنا، يعني دوب شهر. وكلمة هيك اخيرة عن سعيد يا سراج. كلمة أخيرة عن سعيد، يضلوا زي ما هو بشخصيته الحلوة والدروشة، يعني لأنه إحنا بنحبه هيك، ويضلوا يجيب لنا مشاريع، لأنه الصراحة هو راسه راس مشاريع، ما شفت هيك إشي بالعالم. والله يوفقه الصراحة، استاهل كل خير سعيد. أنا بوجهه بقول له خير سعيد، طول ما شخصيتك هيك إن شاء الله رب العالمين، التوفيق من الله عز وجل أول وآخر، كمل في هذا في هذا المنوال، في هاي الطريق، وإن شاء الله رب العالمين من نجاح إلى نجاح بإذن الله. أمين. يعني أنا بفكر أنه كان اليوم حديث شائق جدا مع شابين أو طالبين اللي هن حكوا عن سعيد أكاديمي، كل شخص بحب التجارة الإلكترونية، بحب البيع بالوكالة، عنوانه طبعا أنه يكون في هيك دورات، يتوجه لسعيد أكاديمي ويشترك معه في الدورات. وأنا كيف فهمت أيضا أنه في عدة دورات، وأنت عليك كمان أنك ما عليك إلا الاختيار بيناتهم، فكل حدا معني عن جد بتجارة أكاديمية، سعيد أكاديمي هو العنوان. شكرا لكم على المتابعة، بتمنى لكم يوم جميل وإلى اللقاء.